يعني تكريم غير كل التكريمات، لأنه تكريم من أكاديمية، أكاديمية علمية، الدكاترة القائمين عليها، اللي أنشأ الأكاديمية دي. فخورة جدا جدا أن أنا بأكرم من أكاديمية علمية قوامها البحث العلمي وتفريخ الطاقات البناءة من الإعلاميين والأعلام، أعلام كلهم إن شاء الله. الجميلة دي بين المسرح وبين الدراما وبين السينما، أيهما أقرب في مسيرتك الطويلة؟ هي الأقرب ليا الفن. أنا بحترم الفن، وأنت لما بتحترم حد هو بيحترمك، فأعتقد أن الفن احترمني أنا كمان، وهو ده اللي أنا كنت أتمنى من الله أنه يحصل وحصل. ما بقاش مجرد عابرة على جسر الفن، ولكن يبقى ليا بصمة أو ليا علامة. فالحمد لله ان ربنا طول في عمري علشان اشوف اللحظه دي. صاحب ايه الجيل الجديد من بانه كل حاجه بيعملها يحبها ويثق في نفسه، يثق مش لدرجه الغرور، ولكن لاثبات الذات، وانه يعرف يتعامل مع الاخر، وانه كل حاجه يعملها في حياته بفن. يعني لو 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 بنت حتى زوجه تبقى فنانه، ازاي تعمل زوجها، ازاي تعامل ولادها، ازاي تربي ابنائها، وبعدين تحب نفسها وتحب اسرتها اللي طلعت منها، تحترمهم وتحب وطنها. لو الحب ده كان عندها اعتقد احنا مصر هنتبقى في حته تانية خالص. ليلى طاهر اعلنت اعتزالها وقالت في وقت من الاوقات انا هتفرغ لاعرف عيلتي وبيتي. حضرتك لاخر لحظه هتمثلي؟ اللحظه اللي هموت فيها هي اللحظه اللي مش همثل فيها. في دمك يا حبيبي، ربنا فن الاخر لحظه تعرض عليك اي دور انت. حتى وانا بتفرج انا بتفرج بشكل نقدي، يعني بنقد اصحابي، بنقد زمايلي، بنقد الوسط الفني، هل بيبني ولا بيهدم، هل بيعطي ولا بياخذ. لا، انا الاخر لحظه فنانه. حتى في البيت معاملتي مع بنتي، مع حفيدتي، مع اصحابي فنانه. مش ممكن اكون غير فنانه، مش ممكن، ما ينفعش. ومش هسيب الفن في حياتي الا في اللحظه اللي بقابل رب كريم. اديك الصحه يا فندم، وشكرا.